اليوم يا أخوان، ترى والله العظيم الأزمات الموجودة بها، اللي الموجودة في العراق، والله هي العظيم هي مسببات وبدايات ليمرر هذا المشروع. الشعب العراقي شعب عظيم، الإسلام العراقي يعني الموجود العراقي، وخاصة شيعة العراق، ما موجودين في كل العالم، هم أصحاب الغيرة، هم أصحاب الأزمات الموجودة في العراق هي التي ستمرر لا هذا المشروع. جميلة هاي العبارة، جميلة جدا هاي العبارة. هذا صوتك بدي ارجع عليه، ما تخليني يعني خليني استرسل حتى ما تدخل افكاري. وعندنا مرجعيه وعندنا كذا، فبالتالي كل هذه المقومات ممكن ان اشتركت قوى دوليه، قد تكون حتى الولايات المتحده الامريكيه، تعرف الولايات المتحده الامريكيه يعني اسرائيل، ان تفكك هذه البنيه الاجتماعيه العراقيه حتى تمرر كثير من المشاريع. اليوم تسمع بالشارع العراقي، يعني مو واحد، بعض الشباب يقول لك والله احنا شنو، خلينا نطبع مع اسرائيل، المهم نرتاح، المهم كذا، المهم شفت فلان دوله، شفت فلان دوله. وصلنا هذا ما وصل عليه منه، احنا اللي وصلناهم لهذا الحال. ليش؟ لانه هذا اليوم احنا اللي تعرف اليوم في عصر الانترنت والتكنولوجيا، فبالتالي كل شيء مفتوح. هذا شوف دول الجوار، الاردن، تركيا، كذا، عايشين بوضع يختلف، يعني متقدمين علينا 50 سنة او 40 سنة، فكيف اذا نروح نصعد شوي فوق لاوروبا ولا الولايات المتحده الامريكيه؟ لذلك اليوم الحاجه، يعني 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 الإمام علي عليه السلام عندما يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، لم تأتي باطلا.